كف عن الناس هذا. قال معاذ: إنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، سكنتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا على إلا من حصائد ألسنتهم؟ عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه أضمن له الجنة؟ من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه العورة أضمن له الجنة؟ الله يقول في سورة المؤمنون: والذين هم عن اللغو معرضون. ويقول بعد ذلك: والذين هم لفروجهم حافظون. من يضمن لي ما بين لحيتي وما بين رجلي أضمن له الجنة؟ عباد الله، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه اليد تسرق، هذه اليد تبطش، هذه اليد تقتل، هذه اليد تصفق، تصعق، تفعل أشياء كثيرة، وبها يدخل كثير من الناس عذاب جهنم والعياذ بالله. وهذا اللسان هو أخطر أخطر ما في اللسان بعد القلب. ولهذا طلب أحد العقال من لقمان عليه السلام أن يشتري له من السوق أفضل لحم وأخبث لحم في الشعر. ذهب لقمان الحكيم إلى السوق فاشترى لسانا، أخذ لسانا وجاء إلى سيده وقال له: السيد، أنا طلبت منك أمرين، أجودني وأخبثني. قال: هذا أجود ما في اللسان، يذكر الله به ويدخل بها الجنة، يشهد أن لا إله إلا الله باللسان، يقرأ القرآن باللسان، يدعو الناس باللسان، يعب الناس باللسان. هذا اللسان وسيلة كوميونيكيشن جدي جدا للتواصل مع الناس بالدعوة إلى الله، وهو أيضا هو الذي يختار، وهو الذي يبطل بين الناس الكلام النميمة ولا يدخل الجنة نمام، كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله،